سمع الله لمن حمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وناس البطاطا وغيره يهدد رسميا ونفذ عمليه اولا ثانيا احنا بابا مشوها علينا الارهابيين التزاما بموقف اهلنا في ساحات الاعتصام فقد اعلنت استقالتي اليوم من الحكومة التي تورطت الدماء العراقيين وأسقطت عددا من الشهداء في الفلوجة ولم تتخذ أي إجراء إلى اليوم ضد القتلة الذين قتلوا أبنائنا في الفلوجة واستمرت في خلق الأزمات. لا أريد أن أكون جزءا من هذه الحكومة، لقد كنت ممثلا لأهلي في الانتخابات الماضية وذهبت إلى بغداد بتخويل منهم وقد أعدت إليهم هذا التخويل اليوم أمام ساحات الاعتصام لن أكون جزءا من حكومة لا تستطيع أن تمثل شعبها.